الشبلي إنتاج الشبلي تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في القول والعمل وفي السر والعلن، فالتقوى معاشر الأحبة زاد المؤمن في الدنيا وزاده إلى الآخرة. التقوى معاشر الأحبة ميزة المسلم وعنوان التقرب إلى الباري والتفاضل عنده. وما أرسل ربنا جل وعلا رسولا ولا أنزل كتابا إلا لبيان تقواه سبحانه وتعالى وطريق مرضاته، ثم الفوز بسلوك ذاك السبيل والتمسك بذاك الطريق الفوز به في الدنيا والآخرة. فالله تعالى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. معاشر الأحبة، الأعمار قصيرة والأيام معدودة، ومشاغل الدنيا وحاجاتها وتعلقاتها كثيرة متعددة الوجوه. فالسعيد المفلح من وفق لطريق عملها ومرضاتها وإخبارها وخالقها وكسب ما ينفعه في دنياه وحياته هذه وبعد الرحيل إلى الدار الآخرة. وإن من تمام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتبليغه لرسالة ربه ودعوتهم إلى ما ينفعهم في دنياهم ودينهم قوله فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إذا ما تبلو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام عظم رحمة الله جل وعلا لعباده وفتح أبواب الفضيلة والثواب لهم حتى بعد رحيلهم، حتى بعد وحشتهم في قبورهم، حتى في غربتهم عن أهلهم وأقاربهم. فبين لهم من الأعمال ما تجري عليهم حسناتها وتكون سببا في سعادتهم وهم في قبورهم مرتهنون، وعن أهاليهم وأقاربهم وأموالهم مغيبون، وعلى ما قدموه من الأعمال محاسبون في تلك الحقبة المظلمة والحفرة الضيقة في ذلك الانقطاع عن الأهل والأقارب والأموال، في ذلك الجو الغريب الذي لا أنيس فيه ولا قريب. وقد قدم الإنسان ربما من الأعمال السيئة الكثير الكثير، ربما تراكمت عليه سيئاته فأظلمت عليه مقبق قبره وأوحشته في غربته ووحدته.
ثم تنفتح عليه سحائب الحسنات ويجري عليه الثواب والأجر وهو في قبره، فيتسع عليه قبره يوما فيوما، وتزداد حسناته ويثقل موازينه ساعة بعد ساعة، لأن ميزان سيئاته قد أغلق وباب حسناته ما زالت مفتوحة عليه. فإن كنت مكتسبا في الحياة فيمكنك الاكتساب حتى بعد الممات. قد بنينا القصور وعمرنا الدنيا وجمعنا الأموال، لكن تركناها في لحظة مفاجئة، لحظة احتضار ومفارقة، ربما لم تكن في غالب في كثير من الأحوال تحت الحساب. نعم قد تكون تحت الحساب على حسب المبادئ، لكن لحظة الاحتضار لا استشارة. فالفرد منا معاشر الأحبة لم يستشر لحظة حضوره إلى الدنيا وولادته، ولن يستشار في لحظة فراقه وانقطاعه. فإن كنا كلنا نؤمن ونعتقد أنه لا بد من حساب ومجازات في الدار الآخرة، أليس منا رجل رشيد يختزل من بعض أعماله وبعض أمواله ما يدر عليه الربح والثواب بعد رحيله؟ فتح ذلك الباب من سعة رحمة الله جل وعلا بعباده، وبيان ذلك الباب من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم ذكر النبي ثلاثة أبواب هي كقواعد عامة، عند تفصيلها يدخل في كلها الأعداد الهائلة. الأول صدقة جارية، الإنسان جبل على حب المال، هو في حياته وإنه لحب الخير لشديد، يحتفظ بالمال ويبخل به على نفسه. ولذلك لما حث الله على الصدقات بيّن أن من بخل بماله عن الإنفاق والصدقة إنما يبخل على نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ذلك المال الذي تعبت في جمعه وركبت الصعب والذنوب وخاطرت بحياتك في كسبه وحمايته، الصدقة هو كل ما تدخره ادخارا كاملا من مالك، ما أنفقته في سبيل الصدقات إما مقدم لك ثوابه وإما مقدم ومؤخر يجري عليك، وخيرهما الصدقة الجارية التي تجد ثوابها وأنت حي ويجري عليك أجرها وثوابها وقد مت وارتحلت. بناء مسجد، حفر بئر، زراعة مياه، بناء مستشفيات، دور للأيتام والمرامين وابن السبيل إلى غير ذلك، كم من أوجه الخير يمكنك دفع مالك وبذل صدقاتك فيها يبقى ثوابها حتى بعد رحيلك بمئات السنين أكثر مما عشت على ظهر الأرض. هذا في من أنفق ماله وجاد بما وجاد وتصدق بما كسب وجمع وعمل. ذاك الباب مفتوح معاشر الأحبة. فإن كنت تبني القصور والأحجار وتضع الحجر فوق الحجر لتنتفع به بعد كبر سنك وأنت لا تدري أتعيش بعد إلى هذا الحد. الكثير منا عندما تسأله عن ثرواته وعن عماراته وقصوره عللك بسبب افتخاره بأنه يريد أن ينتفع به بعد مرضه أو كبر سنه، لكنه ربما لا يتساءل عما كيف ينتفع بها بعد رحيله وموته. هذا السبيل صدقة جارية. فهنا حث على إنفاق المال عموما وعلى النفق على الدائم على وجه الخصوص،
أو علم ينشره، إما يعلمه بنفسه. وقد كان يحتفظ في القديم بما ألف وكتب، أما الآن فازدادت أبواب نشر العلم، فيحتفظ بالأصوات وبالصور وبالكتابة، ليس هذا فقط، تارة بالتعليم وتارة بالتأليف وتارة بالتوجيه والموعظة وتارة بإنفاق المال في نشر العلم. فإن من أنفق المال في نشر العلم ومتلقيه من الطلبة وأنفق الأموال في طباعة الكتاب مصحفا وكتاب علم، يكون له من الأجر ما توارثت الأجيال ذلك العلم. أليس النبي الحسن ذكر أن من جهز غازيا فله مثل أجره؟ فاعلم أن نشر العلم وتجهيز طالب العلم أفضل من تجهيز الغازي، فالغزو يحتاج إلى العلم والعلم قد لا يحتاج إلى الغزو والجهاد. فأبواب العلم خير أبواب العبادات بعد الفرائض، ولذلك جرى على لسان أهل العلم قديما وحديثا أن نوافل العلم خير من نوافل سائر العبادات من صوم وصلاة وذكر ودعاء. فساعة إن لم تكن عندك إلا ساعة تطلب فيها علما أو تنشر فيها علما خير من قيام صلاة وصيام وغيرها، لأن ثمرة العلم أطول وأدوم. وهذه الثلاثة المذكورة في حديثنا أفضلها وأنفعها نفعا وأكثرها بقاء واستمرارا هو العلم المنتفع به. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ هذه الرسالة، ما من قارئ للكتاب أو عامل بالشريعة قولا وعملا إلا وله في ميزان حسناته أجر وفضيلة. هؤلاء الصحابة الذين قضوا زمانا، نروي الحديث حتى تصل عن أبي بكر عن عمر عن عثمان عن علي رضي الله عنه، وها نحن نقول عن أبي هريرة النبي إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فأبو هريرة عندما نقل الحديث لا زال يجري عليه الأجر ونحن نقول عنه إلى يومنا هذا. فنشر العلم معاشر الأحبة واللعانة على نشره ببناء مدارسه وجامعاته وإعانة طلبته وعلمائه وناشريه وطباعة كتبه خير من خير الأبواب في الأجور الثابتة الجارية. الأمر الثالث ولد صالح يدعو له، فاجعل من مالك جزءا من مالك في الصدقات الجارية، واجعل جزءا من مالك لنشر العلم وإبلاغه وتعليمه، وقم بتربية أولادك وتحسين تربيته. أو ولد صالح يدعو له، هذا الحديث تضمر فائدتين. الأولى أنك إذا وجدت نفسك تدعو لوالدك كان الحديث شاهدا لك على أنك شخص رجل صالح أو امرأة صالح، فإن تذكر الوالد وحقه والترحم عليه والاستغفار له لا تكون إلا من ذرية صالحة. فهذا دليل صلاح الإنسان إذا ما تذكر آباءه وأجداده وجداته وأمهاته فدعا لهم بالغيب ودعا لهم بالمغفرة ودعا لهم بالرحمة، هناك ملك سيقول لك ولك بمثل فتجازى عليها أولا، ويكون هذا دليلا وعنوانا وشعارا على صلاحك. بقدر ما تجتهد يكون صلاح، ويكون فائدة لوالدك. فقد ثبت في حديث آخر عن النبي عليه السلام أن المرأة ترفع درجته ويغفر ترفع درجته في القبر، فيقول أن هذا يا رب، فيقال لك باستغفار ولدك لك، استغفارك يضيء لقبر والدك في قبره. قد رباك وقد تعب في تربيتك وتحمل مشقتك عند ضعفك، فلا ينبغي أن تنساه، فإن الله جل وعلا
أمر بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان إلى الوالدين في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروف، وبعد رحيلهما برهما بالدعاء والترحم والاستغفار لهم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.